أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكد أن مشروع تطوير ساحل خليج البحرين يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بالقطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطة التعافي الاقتصادي. وأشار الزياني إلى أهمية هذه المشروعات في فتح فرص الاستثمار المحلي والخارجي لاستثمار موقعها المتميز إلى جانب ما توفره من فرص نوعية للمواطنين. جاء ذلك لدى تدشين مشروع خليج البحرين الذي يأتي ضمن الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022-2026 وفي إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ومن ضمنها القطاع السياحي. ونوه الزياني بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أجزاء من المشروع بما يسهم في نجاح خطط النمو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، معربا عن حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطوير المزيد من المشروعات التي تدعم القطاع السياحي، إضافة إلى دورها في تنشيط سياحة الرحلات البحرية. هذا ويقع مشروع خليج البحرين على الساحل الشمالي لخليج البحرين جنوبي منطقة الساية، ويمثل إضافة نوعية لمنطقة خليج البحرين ليكمل ما تتضمنه هذه المنطقة من إنشاءات فاخرة سكنية وتجارية وسياحية ومرافق مجتمعية وعامة. طبعا هذا المشروع مشروع ساحل خليج البحرين يأتي من المشاريع اللي ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض اللي تم إطلاقها مؤخرا. هي الخطة تمتد إلى 5 سنوات من 2022 إلى 2026، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الرائدة لتطوير سواحل مملكة البحرين. طبعا هذا المشروع أيضا يأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي اللي تم إطلاقها من الحكومة مؤخرا. هذا المشروع يأتي بالتعاون مع القطاع الخاص، منها الشواطئ اللي راح تنقل نقلة نوعية الواجهة البحرية لخليج البحرين.